ايوه بس الكاميرا تاخدنا كلنا اه كلنا لا اكيد طبعا الكاميرات هنا يلا سوبر بليز بليز فور ماي فريند بليز فور ماي فريند انت بتوطي الكاميرا كان ليا انا بص تحت كده ثانك يو ثانك يو سو ماتش Thank you. Thank you so much. يلا باي باي. انا كده هجوع الاسبوع اللي جاي كله خلاص. لا المدام سبور يا حماتي صعيديه. لا لا بهزر بالعكس انا عايز اقول لك حاجه الستايل اللبناني زي اوروبا يعني هو مينلي في التصوير في بيسموها ايه كيترنج اوكي وانت بتدخل تاكل اللي انت عايزه ما فيش السيستم بتاع مصر ده ممكن يوفر كتير جدا لو عملنا موضوع كيترنج للناس كلها انا ما بفهمش في حته حتى الاقتصاديه يعني فاهم بصور اجازي مش كويس اشتغل عليها بقى احسن ده اللي بقى ما بفهمش بقى اللي هو الفيلم ينزل امتى وياخد يعني كام انا فاهم انا بحاول ان انا ما اجيبش الفيلم هو طبيعي مني طلبات ارجع جزائري مش قضية نفسي أقدم في السينما القضايا التحسن من القوانين زي ما حصل قبل كده في أعمال فنية إحنا عندنا مشاكل كل البلاد عندها مشاكل إحنا عندنا مشاكل عايزين نبقى أفضل الجمهورية الجديدة تبقى أحسن من تاريخنا كله أو نرجع زي ما كنا زمان مع تلافي عيوب زمان أيا كان الزمان ده لأن كله طبعا حد شايف إن فترة معينة من تاريخ مصر هي أحسن فترة أوكي الأعمال الفنية بتغير قوانين وبتشد الانتباه لحاجات كتيرة زي ليه لأ لما عملت مع منى شلبي ليه لأ اللي هو موضوع التبني زي سكر مر مع اكشولي كان مع مش مركز خالص دلوقتي عشان فكرة انه الأطفال اللي عندهم الموجودين بالمرض السكر